بالنسبة ل12 نيكوتين ده وصل كوكتيل رايق كده يعني. هنبدأ بالفاكهة الأول. عندك مثلا عندك في الكلاود نيردز دول كلهم طعم الفراولة، أنا مجمعهم مع بعض. عندك فراولة ليمون، فراولة عنب، فراولة مانجا، فراولة إيه؟ بطيخ. بالمناسبة الساور ستروبري دي لذيذة، دي مش ساور يا جماعة، مش مزة، هي مسكرة إن جنرال، تمام؟ مش مزة خالص، تمام؟ نخش على اللي بعده. عندك الثلاث فلورات دول كمان، عندك البلو راسبري ليمون اللي رايحه شويه البلو راسبري بتاع بينك بانثر، وعندك الووتر ميلون بيري اللذيذه دي بقى عايزه عندي كومنت عليها ان الووتر ميلون يكاد يكون مش باين، البيريز هي اللي طاغيه. عندك هنا بقى الجوسي مانجو، تمام كده. واخر جزئين في الفاكهه بتاعت اللاين دوت، عندك عنب تفاح، وعندك الووتر ميلون ابل، تمام كده. بعد كده بقى ايه للبيكري، ماشي البيكري الثلاث حاجات دول من سيت بوي حجم 100 مللي، الاستروبري تشيز كيك، وعندك اخر واحده اللي هي الكاسترد كوكيز والباتر كوكيز. انا شايف اللذيذه دي اللي هي البديل بتاع الدينر ليدي الليمون تارت، اللي هي فيها ليمون بس مش كل السيطات قايله كده، ما فيش سايت واحد اللي قفشته يعني، كان ذاكر ان اللذيذه دي فيها ليمون. فانا من الازاز الهيد بتاعت اللاين ده بالنسبه لي بعد اليونيكورن تيرز، تمام كده. ننقل بقى للتوباكو. عندك سوري مش توباكو، دي سالتد كارنت بتاعت 5 بونز، طبعا السكر الموزون مش مسكره قوي زي الكلاود نيرز، هتكلم عليها بعدين في اللعبه جنب. نيجي بقى ايه للكابوني، بديل بتاع الكوبانو براون، اللي ما بلاقيش كوبانو براون بيروح للازازه دي. وعندك البلاك فلاج ريزن اللي هي قهوه وتوباكو كاكاو عين جمل وكريمه. طبعا القهوه ما تخش مع حاجه بتضغى عليها بتقفل الدنيا يعني، والباقي الفليفرات دي ورا شويه. والكابوني دي انا ايام ما كانت موجوده عندي ما كنت ببقى حاططها في التانك ولا حاجه، كان كل مثلا اللي يجي يدوقها مني يقول لي يا عم انت حاطط كوبان وبتاع، اقسم بالله يا جماعه ما عندي، والله ما عنديش دي كابوني. يعني الفكره هي الطعم انزه ومش برزعه نيكوتين الفيجاد. الفيجاد احنا عارفين ان اللاين دوت مثلا ال 12 نيكوتين بتاعته يعتبرها 14 15، بتحس الفرق ده مثلا لما بتنقل من في جاد مثلا لفي اس تي. هنا بقى دي انزل كطعم وكفليفر بامانه وكنيكوتين، فتكسب بالنسبه لي. ننقل بقى للتباكو، الباقي بتاع سالتد كراميل بتاع 5 بونز وبتاع كلاود نيرز. انا عايز بس اعمل كومبير ما بين دي ودي. احنا عندنا هنا بقى ايه السالتد كراميل 1 تو 1 دي سكر موزون، انما هنا في كلاود نيرز يعني اعتبرها السالتد كراميل بتاعت 5 بونز بس حط عليها توباكو، فالازازه دي بقت مسكره اوفر والتوباكو كده كده ورا، تمام. نيجي بقى ايه لاخر ثلاث حاجات في ال 12، عندنا بقى ايه الالموند هازل نوت كريم والفانيليا كاسترد والباتر سكوتش. الفانيليا كاسترد يا جماعه ديت قول انها الفيز دي بتاعت كلاود نيرز بس بطبخه مختلفه، يعني زي مثلا هورني عامله مانجا، زي مثلا ناستي عامله مانجا، زي ما مثلا رايت بيبس عامله مانجا، في جاد عامله مانجا، كل واحد فيهم بطعم مميز، تمام؟ مش شبه التاني. نيجي بقى ايه؟ انا الازازه المفضله لقلبي اللي هي الالموند هازل نوت كريم والباتر سكوتش كريمي، الاثنين فيهم توباكو طبعا بس توباكو ورا، هنا اللوز هو اللي في الهيد المقدمه عندك، وبعد كده يعني ياتي التوباكو. وهنا الباتر سكوتش اللي هي التوباكو توفي برضه من الازاز الحلو بس ان جنرال مسكره.